سوا متابعين احنا وياكم عبر شاشة تلفزيون لبنان لحتى سوا نودع 2020 وسوا نستقبل 2021. سنة استثنائية مرت وناس استثنائيين مرقوا فيها لحتى معهم نطبع هيدا السنة بعمل بجدية بجهد. صحيح يمكن صرخة الوجع كانت قوية، كانت كبيرة تحديدا بلبنان، صحيح انه الاحداث عالميا كانت أحداث ما بتشبه غيرها، ولكن لبنان كان له نصيبه من الألم، من الموت، من الفرح كمان ببعض الأحيان، من الانكسار، ولكن بتبقى إرادة الحياة هي إرادة الخيار الوحيد للاستمرار لحتى نقلب صفحة ونروح على 2021 بإيمان، بثبات، برؤية جديدة، والأهم رؤية وطنية. لما نحكي عن هيدي الوطنية منكون عم ننبش عليها بعدد قليل من الناس ومنلاقيها. هي يلي باستلامها وزارة الإعلام حولت الإعلام إلى تواصل حقيقي، الإعلام إلى إدارة هذه الكارثة ليلعب دوره الأساسي بجدية وبحكمة. هيدا يلي كان الأبرز والأهم على مدار كل هيدي المسيرة. مع كمان رحنا للخبر يلي ضروري نتطلع لنستقي الخبر من مصدره الصحيح. الوزارة يلي لعبت دورة إلى جانب الدور الصحي لحتى توصل وتعلي الصوت لحتى كلنا نكون بصحة جيدة ونكون بأمان. الليلة هي معنا لحتى نحكي عن لبنان الحلو، لبنان يلي بيطلع من كل كبوة، لبنان يلي بيقول رح يرجع يتعمر هالقلب وهالنبض، ورح يرجع يتعمر هيدا الوطن بناسه وبأشخاصه. هي الوزيرة بالحكومة، حكومة تصريف الأعلام، معالي السيدة منال عبد الصمد نجد. مساء الخير، كيفك شادي؟ وميرسي على هالمقدمة الحلوة، شرفتينا بحضورك. الله يحفظك. حتى سوا نودع سنة ونستقبل سنة. بداية بعرف أنه الجرح بعده تارك محله، لأنه عائلتكم كمان شظايا انفجار المرفأ وصلت لها، والوداع كان قاسي معاليكي لما طلعتوا لهيدي المأساة على صعيد الوطن كله. قد ايه اليوم بعد كل هيدي المرحلة حضرتك ومع الحكومة والكل عم بيطالب بالحقيقة، عم بيطالب بأنه ينعرف شو صار وكيف عم بتصير الأمور لنقلب صفحة ونقدر نكمل ونستمر لل 2021؟ أكيد شادي، مثل ما قلت كانت سنة صعبة على الكل، وبعتبر أنه إن شاء الله 2020 تنطوى مع كل أحزانها ومع كل مآسيها، ونفتح صفحة جديدة من الأمل ومن الحقيقة. أهم شيء يكون في حقيقة ويكون في سلام، وأقرب طريق للسلام هو العدالة والمحبة طبعاً. بس تنوجد العدالة ويعرفوا العالم أنه قدروا يوصلوا للحقيقة، قدروا يوصلوا لحقوقهم، بيعرفوا أنه هن ببلد القانون، بدولة المؤسسات، وبالتالي بتزيد ثقتهم بدولتهم وبيقدروا انهم يطوروا هيدا البلد ويعيشوا بأمل فيه. فأنا بعتبر انه من الضروري انه الحقيقة تبين. كل ما نحن تأخرنا بالحقيقة، كل ما غابت، وكل ما مثل ما قلنا فقدنا ثقتنا بدولتنا، وعلى أمل انه التحقيقات تقدر تكشف المجرم الفعلي يلي من وقت ما دخلت هيدي المواد على البلد لا وقت ما بقيت فيه واستمرت بحراسة معينة لحين ما أدت إلى هذا الانفجار الهائل، وهذا يعتبر كارثة وطنية طبعاً. على مستوى البلد ككل، وحتى بدول العالم ما بعتقد أنه يعني من القليل ما يشهد بلد كارثة من هالنوع يلي راح أو تأثر فيها خلينا نقول ربع سكان لبنان. فإن شاء الله يعني فقدته ديما عبد الصمد قيس، ولبنان كله فقد قلب نابض، أطفال كبار بالعمر، إضافة لكوفيد السنة يلي خطف كتير ناس من حبهم، يلي خلى ناس تمرض، يلي قعدنا ببيوتنا، يلي كبلنا. هيدي السنة كانت استثنائية. معليك بس نطلع للخسارة، وخسارتنا كانت كبيرة هيدي السنة على صعيد وطن. شو بيتعلم الواحد؟ كيف بياخد من هيدي الخسارة لحتى يحولها لأقله ربح ليستمر، لأن الحياة لازم تستمر.
بيتعلم أكيد دروس كتير، أبرزها الصمود، أبرزها حب الحياة، أبرزها القوة، لأنه نحن إذا ضعفنا بنكون حققنا هدف أي عدو للبنان، فممكن إنه هن يستغلوا هيدا الضعف لحتى يسيطروا علينا اقتصاديا أو ماليا أو يسيطروا علينا حتى سياسيا. فأنا بشوف إنه دايما بأي مصيبة شخص بيمرق فيها لازم يكتسب القوة وينهض ويفكر بشو المستقبل، شو لازم يعمل، شو هي خططه لبلده، شو هي المشاريع اللي لازم يعملها. بعتبر خسارتنا لديما عبد الصمد هي خسارة كبيرة على مستوى عائلتي الصغيرة، ولكن أنا عائلتي الكبيرة اللي هي كل مواطن بلبنان هي كمان عزيزة كتير على قلبي، مثل بنفس مستوى حبي لعائلتي الصغيرة. وبعتبر أنه كل شخص سواء توفى بهالانفجار أو تضرر ضرر جسدي أو ضرر مادي، هيدا بعتبر أنه هالمصيبة حلت علينا على كل فرد فينا. وهون من الضروري يكون فيها التعاون والألفة بين أفراد المجتمع لحتى نقدر إن نساعد بعض بهيدي الأزمة لكلنا نطلع منها. شو حققت من رؤيتك لليوم بالوزارة؟ نحن للأسف عمر الوزارة كان كثير صغير، وكانت انفجار المرفأ هو الشعرة اللي قدم الظهر البعير، وكان القرار بوقتها بالاستقالة، وكنت من أول الأشخاص اللي استقالوا من الحكومة. ولكن بحكم وطنيتنا أيضا وبحكم إيماننا بواجبنا، من الضروري نستمر بتصريف الأعمال لحين تعيين البديل طبعا. فأنا اعتبرت أنه هذا الواجب هو واجب وطني أنه نستمر، خاصة بالأزمات. نحن بالأزمات بحاجة لقرارات صائبة، بحاجة لإدارة صائبة، بحاجة لقيادة، ومن الضروري انه ما نترك الملفات بحجه انه نحن استقلنا، خاصه انه الاستقاله لم يتم تعيين اي بديل. فدور الاعلام العام بالوقت الحالي دور اساسي، خاصه انه البلد في شرزم كبيره، ومن الضروري هون انه ما نتعامل مع الامور بطابع سياسي او طائفي او شخصي او كيدي. من الضروري هون انه كل مواقفنا وكل مسؤوليتنا تكون مسؤوليه وطنيه، لانه البلد هو اوريدي مقسوم كفايه. يعني البلد ثلاثه مين بينطبقوا عليه، اللي هو مقصوم ومديون للأسف أو منهوب ومخروق. فمن الضروري أنه نجرب نوصل لمحل نتحد فيه، كل ما اتحدنا بهدف واحد وهدف وطني وهدف خدمة البلد، بنكون بالفعل اتفقنا على أجندة واحدة، بنكون حققنا مصلحة بتخدم الكل ما بتأذي حدا، وبنفس الوقت بنوصل لحل. لأنه طول ما نحن كل واحد عنده سياسة اللي هي إلى أبعاد تخرج عن إطار المصلحة العامة، رح نلاقي حالنا أنه ما وصلنا لحل. وبعدنا لحديث هلأ نحن بعدنا بالدرك وما قدرنا نطلع من الأزمة اللي نحن فيها. حتى أنا برأيي بعد ما بلشنا بالإصلاح وما بلشنا بالحلول. بدنا نبلش بالحلول، بدنا نحط كل اعتباراتنا السياسية والشخصية والطائفية على جنب، يلي صارت مستشري للأسف مع أصغر موظف بالإدارة، وهيدا بتتفاجأ فيها. أصغر موظف بالإدارة بتلاقيه عنده ميول سياسي معين ويتبع جماعته. هون بدنا نتخلى عن هيدي العباءة أو نلبس العباءة الوطنية لفترة لنقدر نجتاز فيها هالأزمة ونتعود إنه نتصرف بوطنية قبل أي شيء آخر. الإعلام، وزارة الإعلام لعبت دور أساسي بهيدي الأزمة، لأنه كان ضروري توعية الجمهور على بعض المعلومات الصحيحة، خاصة يلي بتتعلق بكورونا كونها قصة حياة أو موت، أو اللي بتتعلق حتى بالأخبار يلي ممكن تؤدي إلى فتن طائفية. نحن بالأزمة كثير كان في، خاصة بفترة التظاهرات وغيرها، كان في كثير مجالات ليكون في فتنة بين الطوائف أو بين الأحزاب أو بين المناطق، وهيدي كلياتها بتستدعي الوعي. والوعي الأساسي هو الوعي الإعلامي، لأنه الإعلام هو يلي بيعكس الصورة. وهون كمان الإعلام لشك لعب دور أساسي، علما بأنه نحن كثير عم ننتقد هلأ شوي التقييد للحريات ببعض المحلات يلي منشوفها لا تعكس وجه حضاري للبنان يلي طالما تغنى بالحريات. هيدي نحن دائما عم ندعي لها، وما لازم نتخلى عن حريتنا ولا بأي مجال، لحتى ما نترك مجال لأنه يكون هيدا التخلي عن الحرية هو حق مكتسب، ومع الوقت نلاقي أنه الحرية تتقلص في لبنان. والإعلام أكيد هو بالنهاية مراية للمجتمع، فإذا كان الواقع سيء نحن ما منكسر هالمراية، منجرب نظبط الواقع. كان لك مواقف كمان معليك على موضوع الحرية الإعلامية وحرية التعبير، وشفنا بأكثر من موقف خلينا أقول لهيدا الموضوع. أدي اليوم يمكن هذا المفتاح الوحيد يلي باقي للبنان ليميزه عن العالم العربي، هيدا الحرية. اليوم شو بتحملي مع الناس؟ شو بتلمسي معهم لتقولي لهم هيك بلسمة ولو شوي، ولو بالكلام أو بالوعود يلي عن جد تعبنا منها وبدنا فعل،
شو رح ننقل لل 2021؟ بعرف نشاطك لا يقتصر على الوزارة، على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاجتماعي كامرأة لبنانية وكسيدة مثقفة، مبروك الدكتوراه كمان هلا رح نحكي عنها، حاملة هذا الموضوع على الصعيد الشخصي كمان. أنا بقول إن شاء الله تكون ضمن توقعات المنجمين جمانة وهبة أو ميشيل حايك أو ليلى عبد اللطيف إنه يكون بال 2021 في إقرار لقانون الإعلام، لأنه قانون الإعلام نحن تبنينا بعض الاقتراحات يلي رفعناها للجنة الإدارة والعدل يلي هي بتعدل كثير من الأحكام الموجودة حاليا بقانون يمكن مضى عليه الزمن وصار في كثير أحكام أساسا يمكن ثلاث أرباع الأحكام الموجودة بالقانون الحالي لا تطبق بحكم انه صار في تغيير ومن الضروري انه هالاحكام نرجع نعيد النظر فيها، فبتمنى انه هيدي السنه يكون فيها اقرار لقانون الاعلام يلي نحن كرسنا فيه حريه الراي والتعبير اللي هي ميزه بيتغنى فيها لبنان، بيتغنى فيها المواطن اللبناني، بيتغنى فيها الاعلام اللبناني، وايضا وضعنا بعض الاحكام يلي هي بتحمي الصحافه والاعلام خاصه نتيجه تعرضه للعديد من الاعتداءات والاذى نتيجه تغطيته الأحداث. وللأسف الإعلامي أو الشخص يلي عم بيكون على الأرض هو أوريدي عم يتعرض لمخاطر، يا مخاطر إذا كان عم بغطي أحداث إلى علاقة بكورونا، يا مخاطر إذا عم يغطي تظاهرات، فما فينا نحن نزيد على هالمخاطر مخاطر أخرى، وهي عندما يعبر عن رأيه نكون عم نقمعه، أو إذا حدا اعتدى عليه إن نسكت عن هيدا الحق. من الضروري هون تابع حقوق الإعلاميين، وهيدي رسالتنا وهيدي اقتراحاتنا ضمن قانون الإعلام. بقانون الإعلام كمان باقتراحاتنا كرسنا دور للمرأة، لأنه أنا على ما عم بشوف كمان في كتير أماكن خاصة بالأماكن القيادية ملاقي ما في دور للمرأة أو ما في مراكز للمرأة، فنحن اقترحنا بالهيئة الناظمة للإعلام أنه يكون في التعيين يصير على أساس مناصفة بين الرجل والمرأة، وجملة أيضا التعديلات يلي اقترحناها ويلي بعتبر انه هي بتكون الحد الفاصل ما بين قانون اعلام يمكن مضى عليه الدهر وبين قانون جديد عصري متطور يواكب كل هيدي تمنياتنا للحريات. وبرجع باكد هون انه القانون هو منه باطار وضع ضوابط او قيود او نحط مثل كأننا ايدنا على رقبه الاعلامي، هي بالعكس مش اكثر الا ضمانه للاعلامي ببعض الاحكام يلي بتحفظ له حقوقه بعده اوجه، ولاحقا اكيد من الضروري ان تحفظ حقوقه الماديه من خلال ايضا صندوق تعاضد او غيرها من الامور يلي بتنطرح على صعيد النقابات. نعم، معليك حضرتك يلي جايه كمان من الباك جراوند المصرفي والمالي من هذا المكان يلي اليوم هو جرح عميق بلبنان، اليوم كمان تدهور سعر صرف الليره اللبنانيه بمقابل الدولار، خساره اللبنانيين لاموالهم وحصره بالبنوك، هيدا هم كثير كبير وعبء. نسبة الفقر ترتفع إلى أكثر من 50% إلى نسبة ما شهدناها سابقا حتى بأيام الحرب وبالأيام السابقة. اليوم أمام هذه الواقعة كيف تطلعي؟ والتدهور بعده عم يتكمل، يعني بعد ما عم نشوف حل في الأفق، حضرتك شو الانبوت أو شو الرؤية يلي تقترحين أو يلي أقله بتقولي لازم ينعمل؟ أول شيء خطة طوارئ تعتمد على 1 2 3، شو لازم يصير برأيك؟ أول شيء لازم يصير وما بقى نلوم بعض، دايما الواحد إذا حطيت اللوم عليه بمشكلة معينة بجرب لحتى يدافع عن نفسه بجرب يهاجم، فبتلاقي إنه ما بنقدر نوصل لحل. إذا أنا لمتك بمشكلة معينة وإنت لمتني بنوصل لمحل بنلاقي كل واحد عم بدافع عن حاله، كل واحد أخذ احتياطات وواقف بعيد وما عم بيطرح حلول لأنه اعتبر حاله صار مهدد بإنه يكون هو جزء من المشكلة. أنا بعتبر لحتى نحن نحل هاي المشكلة المالية النقدية المترابطة يلي هي مسؤولين عنها مجموعة من الأشخاص من عدة قطاعات ومن عدة جهات، القطاع الخاص والقطاع العام، القطاع المالي والقطاع النقدي، الإدارات الرسمية وأيضا المصارف، كل هون شركة بهيدي الوضع اللي وصلنا له. أهم شيء التعاون، نحط كل توجهنا لقدام، ما نعود نفكر بالشيء اللي صار يعني على الأقل لفترة مؤقتة بس لحتى نلاقي حلول مستقبلية، كل واحد يطرح حل، نكون في تنازلات من كل
القطاع بشكل انه ما يكون الخاسر الاكبر بمحل معين او بقطاع معين وننسى بقيه القطاعات، لازم نرجع نركز على دور المصارف يلي هي تعتبر عصب الاقتصاد اللبناني، وبالتالي من الضروري انه المصرف يرجع دوره وترجع الثقه فيه لحتى يقدر ايضا يجذب الرساميل الخارجيه، او يقدر انه على الاقل هال10 مليار دولار اللي موجودين بالبيوت انه يرجعوا ينحطوا لحتى كمان نعمل هيدي العجله الاقتصاديه. من الضروري انه الحكومه بهالوقت تكون عم تشتغل شغلها لحتى تخفض الانفاق غير المنتج وتزيد الايرادات المنتجه بهيدا الشكل، واكيد نحقق العداله، ومن جملتها العداله الضريبيه، لانه انا بعتبر التهرب الضريبي هو يحقق عدم العداله. ليه انا بدفع ضريبتي وانت لا؟ هون يا انا ما بقعد بدفع وانت كمان بتعطي مثل للكل انه انا ما عم بدفع ضريبتي وما عم بتعاقب. بهيدي الحاله لما كل واحد عم بيلعب دوره بنقدر ان نرجع الثقه بهيدا النظام المتكامل اللي مؤلف من عده اطراف، وانا برايي العجله بترجع بتمشي والاقتصاد بيتحسن. نعم. والاقتصاد هو لهالدرجه بيتاثر بكل المطبات يلي عم بتصير، فمن الضروري انه دائما تكون الرسائل ايجابيه لحتى ما تاثر سلبا على اقتصادنا. عظيم. معاليك، حكينا بالملفات يلي شغلت هيدي السنه، حكينا ببعض النقاط يلي كان ضروري نتوقف عندها، بعيدا عن كل الالقاب، بعيدا عن الوزاره، بعيدا عن الهم السياسي، منال على الصعيد الشخصي، هيدي السنه كلنا اكيد اخذنا البشع وشفناه منها، ولكن الا ما يكون في جانب حلو. كيف منال على الصعيد الشخصي طورت حالها هيدي السنه؟ شو الشيء اللي بتعتبره ربح لا شو الايجابيه ب 2020؟ الايجابيه انه انا ما كنت اكيد الشغله اللي ما كنت بفكر فيها هي نكون بموقع سياسي او اني اشتغل سياسي بالبلد، لان كان في لها اعتبارات معينه والكل بيعرفوها، مين اللي بيوصل على مركز سياسي بلبنان هو الشخص يلي بينتمي لجهه معينه لحزب معين، وانا مستقله ما كنت بفكر اني اكون اخذ مركز سياسي. الشيء الايجابي بالموضوع انه انا وضعت بمكان كنت كثير بطمح لاني اقوم بالتغيير وما قدرت اقوم فيه بحكم وجودي خارج الحكومة أو خارج مركز القرار، على الأقل القرار الوطني، لأن يمكن قراري كان مالي ضمن مؤسستي. لا. فأنا بعتبر من الإيجابية أنه أنا قدرت حقق جزء من إرادة التغيير اللي كنت بطمح فيها، والحمد لله وصلت بمحلات كتير حققتها، بمحلات تانية هي مرتبطة بإرادة عامة، لأنه أنا القرار مش أنا ما بنفرد فيه، فهي مرتبطة بإرادة عامة، ولحتى يصير في تغيير لازم يكون في إجماع على هيدا القرار، ومنشان هيك بعتقد مؤخر شوي. على صعيد الشخصي منال الأم، يعني أم رامي جو، أم كارول، وأم ريان، هالثلاث لبنانيين يلي هالقد فخورين وهالقد بحبوك، قد ايه على صعيد الأمومة شو حققتي معهم وشو حققتي من خلالهم هن؟ انا برايي انا بعتقد فخوره فيهم اكثر ما هن فخورين فيي، لانه انا بشوفهم هلا بالفعل مثل لاشخاص قد حالهم، مسؤولين، عارفين حالهم شو بدهم، طموحين، اخذين الامور على محمل الجد، غير اتكاليين، وهيدا الشغله اللي كنت دائما بتمنى يوصلوا لها، وقدروا كفوا علمهم كمان بالشيء اللي نحن بنتمناه، وكمان علاقتهم مع الناس هي علاقه اقرب الى الانسانيه، اقرب الى التعاطف بكل امور العالم. وانا بشوف انه فخوره بالشيء اللي وصلوا له، يلي تربوا عليه، وهيدا بعتبر انه بعتبر هي ثروه كبيره لإلي. الله يخلي لك اياهم. على كل حال كارول وريان ورامي جو عندهم شيء يقولوا لك اياه عبر تلفزيون لبنان بليله راس السنه، متابع سوا. أول شيء ثانك يو على هيدي المبادرة الحلوة وعلى هيدي السربرايز لمام. طلبتوا منا نخبركم خبرية مهضومة عنا، فحبينا نخبركم خبريتين، خبرية بتعرفوها وخبرية لا. مثل ما بتعرفوا هي شخص كتير اشتغل وتعب حاله، دايما بتفكر بالمستقبل وبطرق كيف الواحد فيه يطور نفسه ويطور المجتمع اللي حوله. من نحن وصغار بتقلنا انه ما في شيء مستحيل، اي شيء بتحطوه براسكن بتوصلوا له، بس بدكن الحلم، الصبر والمثابرة.
الحلو انه بس قول حطوا هدف قدامكم، عن جد قصدي حطوا هدف قدامكم وشوفوه، لان بس واحد يشوف هدفه بصير يحسه كتير اقرب. يعني هي بتروحوا على غرفتها، على سيارتها، على مكتبها، بتلاقوا هيدا الاهداف مكتوبه، ولا يمكن ما كنا نفهم قبل شو قصدها. بس اللي انا كتير بستغربه انه ولا مره كانت السياسه او الوزاره واحده من هول الاهداف. مام عندنا سؤال حابين نساله اياك الليله، ولا مره يمكن حكيت فيه من قبل. السؤال هو انه قبل الوزاره اجاك كتير عروض برات لبنان، بس انت رفضت تاخديهم وقررت تضلي هون. بتندمي شي على هيدا القرار؟ هابي نيو يير. مش معقول هولي هني، هولي هني ولادي. معليك دموعك غاليين علينا. يعني ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سو ماتش، يعني عن جد امبرسيف. بس هولي هني يعني فيري كرييتيف، دائما عندهم سربرايزز، اكيد هلا كمان الفضل لكم لانه كنتوا عم تنسقوا معهم. أنا هون اسمحي لي أشكر زميلة إيفلينا اللي عم نتشارك أنا وياها، وأكيد زميل مارون تقديم هالحلقة. إيفلينا بشارة مارون عفوا هالحلقة، إيفلينا هي اللي كمان سعيت لهذا الفيديو هيك لنعطيك الواحد بس حقه. ثانك يو سو ماتش، حقيقة كثير حلو، وهيدا الجو اللي بيخلقوا، وهيدا بدي أقول لك إياه، يعني بس يكونوا هالقد قلبهم عليك وبكون عندهم حس المسؤولية وحس إنه الدروس اللي كنت أعطيهم إياها هن وصغار هي ذاتها بيعيدوا لي إياها، فبحس حالي إنه أنا يمكن بوقتها بعرف كل هالأشياء، خاصة لما يكون قدام مشكلة، بس لما يذكرك فيها الشخص بتحس حالك انه وعيت على فكره معينه، على حل معين، فهن عم يلعبوا دور كثير اساسي بعائلتي ببيتي. وحبيت كمان ليو كيف داخل بقلب ليو كان حاضر وكمان جمعت الاصحاب بالاخر عم بيتمنوا لك هابي نيو يير. ايه كارول كمان الله يخلي الجميع ويخليكم، وان شاء الله كمان الله يخليكي حضرتك والاستاذ جو كمان على راس هالعائله الحلوه معاليكي. سالوك سؤال بالفيديو انه اجاك عروض كثيره قبل ما ينطرح موضوع الوزاره على حضرتك، كل العروض اللي اجت من الخارج رفضتيها، سألوك بتندمي على هذا القرار؟ أول شيء كمان مثل ما قلت أنا كمان جو بعتبر هو له دور أساسي بكل القرارات يلي كنت عم بخدها، ومن جملتها القرار أنه ما أخذ هيدي العروض الخارجية. مظبوط كان في كتير عروض، ويمكن بوقتها كانت اعتباراتي شخصية لحتى ما غيب عن عائلتي، وبنفس الوقت بعتبر أنه هن بحاجة لإلي بوقت كان عندهم قرارات أساسية بدي ياخدوها على صعيد الجامعة، على صعيد اختصاصاتهم عملهم. هلأ بالعكس أنا قراري برجع بأكد عليه، وبأكد أنه أخذت القرار الصح أني ما أترك لبنان، لأنه لبنان بأمس الحاجة لإلنا، بأمس الحاجة لأشخاص عندهم إرادة صلبة على التغيير، عندهم المثابرة وعندهم الطموح لأن يشوفوا لبنان أحلى من اللي موجود حاليا. وأنا بشكر ربي أنه فتت على الحكومة، يمكن غيرنا بجزء بسيط ببعض الأمور، ولكن الحمد لله ما تغيرنا، وما قدرت أي ظروف قدامي أنها تغير أهدافي للبلد، أن تغير مواطنيتي، أن تغير مثابرتي على أني حقق شيء. وبعدني مستمرة سواء كنت بالحكومة أو خارج الحكومة، أنا مستمرة أني كفي القضية الوطنية لحتى بالفعل نستثمر كل الطاقات الموجودة بلبنان ونقدر نرجع ننهض من جديد. معليك من فترة رامي جو ذكرك على فيسبوك بمرور 6 سنوات للبي اتش دي من باري أن سوربون مع honorable distinction، كمان هيدا التحقيق الذاتي خليني أقول على صعيد العلم، على صعيد الثقافة الذاتية، على صعيد الواحد كيف هو بيطور حاله. كيف منال عبد الصمد نجد هي بتشتغل على حالها، هي بتطور الجانب الآخر، الميل الثاني بالقراءة بالمتابعة، شو اللي أنت بغذيك من جوا لتقدر تعطي بالأماكن يلي بتنوضع فيهم؟ أنا بشوف إنه الثقافة هي ضرورية والتعلم هو مستمر، ولازم نحن بظل هالتغيير السريع يلي عم بواكب العالم لازم نحن نواكبه كمان بمتابعة علمية ثقافية أساسية لحتى نقدر كمان يكون في عنا أفكار جديدة لنقدر نطور فيها كمان مؤسساتنا ومجتمعنا. فيمكن أنا كنت عندي شغف ولا زال على الاطلاع وعلى العلم وعلى المعرفة، ويمكن هيدي كمان
زرعت بولادي هالمثل اللي بشوفوه قدامهم، مثل تطبيقي مش على صعيد تنظير، على صعيد عملي. فكنت دائما واكب اي شيء جديد بموضوع خاصه اختصاصي، وبموضوع ايضا التقدم العلمي يلي بيفتح لي ابواب تعليم، وهذا اللي ترك لي مجال اني اعلم بالجامعات وترك لي مجال اني شارك بمؤتمرات خارجيه. فهي كلياتها بتكمل بعضها، ومن الطبيعي انه نحن يمكن ما كنا قادرين ان نكون عندنا كل هالافكار وهالمشاريع لولا كان واحد ملم بشو عم بيصير حوله. بالنهايه العالم هو بعيد نفسه، وبالنهايه كمان ما راح يخترع البارود الواحد من اول وجديد، ومن الضروري يشوف شو افضل الممارسات بالخارج وين فشل غيرنا لحتى نتعلم من تجاربه. فهي عباره عن دروس بنتعلمها وعن ايضا ممارسات بنكتسبها. نعم، معليك دون اي سقف يلي كمان كان مباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان، هالفورم اللي كان اونلاين سلاش ميديا اوتلاين، خليني اقول لحتى يعكس هيدي الصوره، هيك نوع من البلاتفورمز قد ايه مهمه بالتواصل. شو كانت اهميه هذا المحور يلي تطرقتوا له عبر شاشه تلفزيون لبنان؟ نحن هلا تركيزنا الاساسي على الشفافيه وعلى الاوبن جوفرمنت او الحكومه المفتوحه يلي صارت مطبقه بكل دول العالم. كل شخص له حق انه يعرف وين حقوقه، يعرف كل المعلومات اللي لها علاقه بحكومته، كونه هو عنصر منها ومشارك فيها على صعيد دفع الضرائب، وايضا هو صاحب قرار، لانه قبل كانت القرارات تكون احاديه الجانب هي من جهه الحكومات، هلا القرارات هي مطرح تكون تشاركيه بين الجمهور وبين الحكومات. ومن الضروري بالتالي انه يكون كل عنصر من عناصر المجتمع بيعرف شو عم بيصير في حوله. كان تركيزنا الاساسي هو الحق في الوصول للمعلومات، المعلومات الماليه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، كل شيء مرتبط، حتى اكيد ما خلى الامور الامنيه والتي تحمل طابع سري. فهون بنعتبر انه هيدي رسالتنا كوزاره اعلام، كان دورنا انه نضوي للمواطن على واجباته وحقوقه، وبنفس الوقت واجبات وحقوق كل موظف سواء بالقطاع العام وايضا بالبلديات والمؤسسات العامه. وانا برايي وزاره الاعلام هلا دورها اكيد بظل شكل الحالي، علما بانه مقترحين تغيير للشكل الاعلام العام بقانون الاعلام، بشكل الحالي هي تعتمد على التواصل وليس فقط إيصال المعلومة من جهة واحدة، ولكن تبادل المعلومات بين وبين الجمهور لنقدر نعطي المعلومات اللي عندنا وناخذ من الجمهور أفكار وآراء وانتقادات، حتى لأنه النقد هو يلي بيؤدي إلى تحسين صورة الشخص وليس فقط الكلام المعسول. معليك، كيف تتلقى النقد والسنة السياسيين يعني ما خل الأمر لنحكي الأمور مثل ما هي وبواقعية، ما نكون هيك بعيدين كل البعد عنا، العينين مفتحة على العمل السياسي، حضرتك كيف تتلقي هذا الموضوع؟ لأنه كان في تلقف مميز من حضرتك وتعاون، خليني أقول، وتصحيح ببعض الأحيان للأشياء اللي كنت إيه من الشعب منها قبل ما تكوني بموقعك كوزيرة إعلام. أنا في عندي سر بهيدا الموضوع، هو بشخصيتي إني ما بعتمد أسلوب الدفاع defensive approach. أنا ما بعتمد هيدا الأسلوب، بعتبر بدافع عن حالي بأفعالي. يعني أي كلمة بتورد عني إذا كانت إيجابية، إذا كانت بتحسن بمشي فيها، إذا كانت سلبية هيدا بعتبر إنه بدافع عن حالي فيها بأفعالي. فكل ما واحد ركز على الشيء اللي عم بيعمله وركز على جهوده بيقدر إنه ينقد كل الآراء يلي هي بس بهدفها يا أما التضليل، يا هدف الإساءة، يا أما هدف يمكن أهداف شخصية. أما النقد البناء اللي هو بيقدر أنه يحسن بأدائنا ويحسن بأداء مؤسساتنا، فهيدا كنت أخده أنا وفريقي، يعني كنا نكتبه على الورق ونشوف كيف فينا نصحح ونعمل اجتماعات على أساسه لنطور حالنا. وأنا بعتبر إذا ما كان في نقد بناء ما بنقدر نتقدم، لأنه أنا عم بعمل عضو أنا شو بشوف حالي، بس يمكن غيري شايفني بمنظار تاني وعنده مطالب أخرى. من الضروري اسمع رأيهم لحتى أنا أقدر حقق هيدي التعديل وهيدا التحسينات بأدائنا. فأنا بعتبر صحيح أنه واحد لازم بالشأن العام يكون مثل ما بقولوا جلده سميك، ولكن أنا بعتبر أنه أعمالنا الجيدة والإصلاحات اللي عم نقوم فيها هي اللي بتخلينا أنه يسمك جلدنا وتخلينا نوقف بوجه أي مثل ما قلنا نقد غير بناء. والنقد البناء هو مكسب، وأنا بشجع أي شخص عنده أي انتقاد لأدائنا أنه يوجه لنا إياه مباشرة أو يوجهه بالطريقة اللي بيرتقيها. طبعا أكيد معليك لأول مرة عبر شاشة تلفزيون لبنان مباشرة من هالسهرة معنا الليلة، في فكرة عم بتدور ببالك
رح تطلقيها لأول مرة بتحكي فيها على الهواء لحتى تكوني عم تطلع على انفجار المرفأ لتخليد أرواح يلي سقطوا لكل شخص متضرر. نبقى على مر السنوات عم نتذكر وعم ننحني احتراماً لهالكارثة يلي حلت فينا بأربعة آب 2020. شو الفكرة يلي عم بتدور ببالك؟ أنا بقياساً على الشيء اللي صار قبل وهو جائزة نوبل للسلام، وإذا بتتذكروا لما توفى ألفريد نوبل بال 1896 كانت وصيته أنه يقدم جائزة للأعمال الإنسانية نتيجة يمكن الضرر يلي لحق باختراعه وهو الديناميت يلي استعملوه العالم لأهداف الشر بدل ما يستعملوه الشر بدل الخير. فهون كان عم يعمل جائزة لحتى العالم تتجه نحو الإنسانية ونحو السلام أكثر ما يكون أهدافها شر. من هيدا المنطلق أنا هون بحب أنه تتبنى الدولة اللبنانية فكرتي، وهي إطلاق جائزة بيروت للسلام والإنسانية من بعد انفجار المرفأ يلي نجم عنه كتير أضرار ويلي ألحق ضرر إنساني ونفسي على المجتمع أكثر من الضرر المادي. من الضروري أن نعيد النظر بأفكارنا ونعيد النظر تصرفاتنا لحتى تكون كلها متجهة باتجاه الخير، ولحتى ما يكون في ناس يكون عم بفكروا بطريقة شر، سواء بعمل شر مباشر أو عمل شر غير مباشر لما يكون تكتم عن موضوع بيأذي المجتمع. هيدا كله ياتو بخلينا نطور مجتمعنا من خلال جائزة بتكون عم نقدمها كل سنة بأربعة آب، خليها تكون للأشخاص يلي عندهم أفكار معينة بتصب بإطار الإنسانية بإطار تطوير المجتمع وتأمين السلام. لأن مثل ما قلنا السلام هو بينبع من العدالة والمحبة، فكل ما كان التوجه نحو هيدي الأفكار كل ما قدرنا أن يكون عندنا مجتمع أفضل. بعرف أنه رح يروح ريعة كمان لمواكبة ومتابعة كل المتضررين على مر السنوات، يعني كل شيء تحت مظلة هيدي الجائزة ريعه بيروح لمواكبة الناس يمكن يلي سقطت يلي فقدت بيوتها، الناس يلي ضررت جسديا معنويا. خبريني شوي أكثر. صحيح، أنا هيدي كمان بقترحها أنه يكون في مبلغ معين ايضا مخصص ل مثل ما قلنا لهالشخص يلي عم بقوم بهيدا العمل الانساني، ولكن بنفس الوقت من بعد ما توصل العداله لنتيجتها النهائيه ونقدر نعرف مين مرتكب هيدا الجرم، من الضروري انه مركز المرفأ يتحول ايضا لنوع من المتحف. هيدا المتحف هو بيقدر يامن ايرادات معينة، هالإيرادات بتقدر تروح لتغطية الأضرار يلي نجمت عن المرفأ، بتقدر تروح لحتى نعيد إعمار المنطقة المنكوبة لحتى نساعد الأشخاص المتضررين أو اللي رحلهم شخص أو يلي هن صار عندهم حاجات معينة. وبالتالي هون فينا نحول هيدا المحل لتخليد لذكرى الأشخاص يلي توفوا، ويكونوا كل أكيد أهل الضحايا هن عم بيزوروها مجانا، ولكن نقدر نخلق نوع من الرسم أو البدل للأشخاص اللي عم يزوروا هذا الموقع لنخصص هذا البدل لخدمة مثل ما قلنا المنطقة المنكوبة طبعا. وكل المتضررين منا. فعلى أمل يلاقي أذان صاغية هذا الاقتراح، وبعتقد أن هذا الاقتراح هو بيخدم الأهل الضحايا من ناحية تخليد ذكرى ضحاياهم، وبيقدروا أنه كمان يكونوا على شكل حتى أيضا مجسد أسماءهم ومحفورة أسماءهم بهذا المكان وصورهم وغيرها. وكمان كمان هون بنستذكر 9/11 بأمريكا لما كمان عملوا 9/11 ميموريال اند ميوزيوم يلي كمان في نفس الاجراءات. صحيح. وبتخيل هيدا الامر هو بخلد ذكرى الاموات طبعا ولو ببلسم شوي من يلي صار، ولكن بخلي هالوجع بالذكرى لدائما. لا مش بس هيك، انا بشوف انه يعني اكثر من هيك، انا بشوف انه هيدا تاريخ. يعني لبنان فعليا في محطه تاريخيه اساسيه مرق فيها، لما يمر الواحد على هيدا المكان ويكون في استعراض لكل الامور عنده. ضروري انه كل شخص بزور لبنان او كل شخص يمكن ما عرف بهالحادثه بتفاصيلها بيقدر بجولي على هيدا الموقع يكون في نوع من استذكار لكل المحطات يلي مرقت فيها هيدي الازمه، وبالتالي نكون نحن نقطه تاريخيه ماساويه مرقنا فيها، قدرنا انه نعرف الاجيال القادمه على تفاصيلها من بنظره معينه او بجوله ساعتين على هيدا الموقع. معليك بختام لقائنا، وقبل ما أسألك عن تمنياتك على صعيد الشخصي وعلى صعيد الوطني،
لل 2021. مثل ما ذكرتي قبل شوي، جمانة وهبي عالمة الفلك اللي كمان معنا ورفقتنا بهيدي الحلقة ببدايتها، كان لها توقع لإلك لحضرتك، رح نشوفه سوا نرجع نعلق عليه. منتابع معالي وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، حسب الأرقام تبعولك اللي عندي إياها، يعني أنا كنت حبي أنه نشوفك بالمجال السياسي من قبل، من هلأ قبل هلأ، لأنه حرام ما يكون أنه موجودة أرقامك بتعطيني أنه أرقام خطوات جبارة ومن الأشخاص اللي قادرين أنه يعملوا تغيير كتير مهم، وكمان نشيطة بشغلك وعملك، وكمان كتير أي ملف بتمسكيه أو أي مكان بتروحي عليه بتعملي تغييرات كتير كبيرة حسب الأرقام اللي عندي، يا أرقام رائعة، أرقام مهمة ونجاحات مهنية، وكمان بعدني بشوفك بالعمل السياسي، ولكن لربما يكون في عندي تغيير من الوزارة إلى النيابة، وهذا الشيء مبين أنه في عندي نوع من الترقي أو حتى اسمك رح يظهر بمكان تاني بالمجال السياسي، وبشوف الأرقام رائعة جدا لإلك بال 2021، ومن الأرقام ومن الأسامي يلي رح تترك بصمة كتير مهمة، وكمان حيكون في عندك تشجيع من رجل داعم خطواتك، كمان رجل سياسي مهم حيكون داعم خطواتك بمسيرتك السياسية لقدام. شفنا هذا أتوقع يلي حسب ما قالت جمانة مع زميل بشارة، في هيك شفت على النيابة، في شفت ومتابعة بالعمل السياسي، هل هالشي مشروع أو هل هالشي هو بالأفق؟ أول شيء بتشكر ست جمانة على شهادتها وتوقعاتها. أنا بعتبر أي عمل هو الهدف تبعه، خاصة العمل السياسي، هو مش خدمة الشخص، هو خدمة المجتمع وخدمة البلد، وأنا بعتبر خدمة البلد هي ما بتنطلق فقط من العمل السياسي، ممكن واحد يخدم بلده بأي مجال، مجال اجتماعي، بمجال إنساني، أو بمجال حتى بالقطاع الخاص. فأنا بقول أنه وين ما بنوجد إذا قادرة أني طور المجتمع وأخدمه، أنا مستعدة وماني حاصرتها بس على العمل السياسي اللي هو مثل ما قلت لك مش من أهدافي ولا من طموحاتي. وأنا بعتبر أنه إن شاء الله رح ضلني أشتغل بنفس الأهداف ونفس الإرادة وين ما كانت موجودة. منال عبد الصمد، نجد شو حلمها؟ شو تمنياتها؟ كيف رح تقلب الصفحة لل 2021؟ حلمي مرتبط بحلم لبنان إنه نشوفه مثل ما نحن بنتمناه. حلمنا إنه يوعوا كل الأشخاص اللي هن بموقع القرار، موقع القرار مش بس هو لا الحكومة ولا أي موقع عام آخر، كل شخص بموقع القرار لازم يعرف إنه هيدا الضرر اللي عم بصيبه وعم بينعكس يعني هلأ أو بعدين عم بينعكس عليه وعلى عائلته، وبالتالي نحن ضروري نأمن استمرارية الأجيال القادمة، وضروري نأمن مستقبل أفضل لأولادنا، ومن الضروري أن تتضافر جهودنا لحتى نقدر أن نوصل لهذه الأهداف، ما ياخد الواحد الأمور بأبعادها الشخصية، لأنه إذا استفاد هلأ على المدى القصير ولكن على المدى الطويل رح يلحقوا ضرر أكبر من الإفادة اللي استفادها هلأ. وتمني على الصعيد الشخصي والعائلي؟ على الصعيد الشخصي، من بعد ما شفنا كورونا وقدي ضررها كبير على المجتمع صحيا، أنا بقول الصحة هي قبل كل شيء وما في شيء بتفوق عليها، فبتمنى الصحة للجميع. إن شاء الله الصحة، لأنه الواحد إذا بصحته القوية قادر يحلم وقادر يحقق، وهيدا أهم شغلة. بتمنى لك 2021 لحضرتك وللعائلة كلها طمأنينة وكلها صحة وخير. شكرا لانه لبيت دعوتنا الليله عبر شاشه تلفزيون لبنان، وانا بتمنى لكم كمان تضلكم بهالهمه، وبتمنى لتلفزيون لبنان الازدهار، في طاقات كتير حلوه وفي ابداع، مش اكثر الا بدنا نوصل للقرار بتعيين رئيس مجلس اداره، وان شاء الله هيدا يتحقق بال 2021، وبتمنى الازدهار للاعلام العام ليرجع لمصافي الاعلام الاول بالمنطقه، وعلى امل كمان انه مثل ما قلنا كل المؤسسات الاعلاميه يرجع حسن وضعها، وكل المؤسسات بشكل عام كمان تكون بظروف أحسن سنة الجاي. معاليك شكرا لحضورك معنا سوا، ودعنا هالسنة وعم نستقبل سنة جديدة، عساها تكون خير على الجميع وعليك كمان. وزيرة الإعلام بحكومة تصريف الأعمال معالي السيدة منال عبد الصمد نجد، شكرا لك، هابي نيو يير، ينعاد عليك. شكرا. اهلا وسهلا مشاهدينا، نحن وياكم رح نتابع بسهرتنا، وكان لوزيرة الإعلام لقاء
جماعة بأشخاص كان لهم النصيب الأكبر من الوجع ببيروت، كان لهم النصيب الأكبر من الفقدان. وأبت أن تكون موجودة بهالسهرة عم تفرح معنا إلا ما تكون بجولة استثنائية لحتى على طريقتها تقول لهم أنه هي إلى جنبهم وهي عم بتحس بوجعهم. هالجولة أكيد الكاميرا رفقتها وراح نشارككم فيها، منتابع سوا.